السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كرار سعد فرج، تدريسي في كلية الإصلاح الجامعة قسم هندسة تقنيات الحاسوب. استكمال المحاضرة السابقة من الفصل الثالث شابتر 3، إن شاء الله اليوم حنكمل الجزء الثاني بارت 2 لمادة الاتصالات الرقمية. مراجعة بسيطة للمحاضرة السابقة اللي هو الـ ADC الـ Analog to Digital Converter. خذنا طلاب أول شيء الإشارة الأنالوج مثلناها بصوت الإنسان، الإشارة شلون دخلت السامبلك وظهرت عندي بالاوتبوت، دخلت الاشاره كانالوج مستمر عادي بعد بالسامبلك، بعد السامبلك طلعت لي بهذا الشكل متقطعه ديسكريت، متقطعه مع الزمن ديسكريت وذ تايم. يوم ان شاء الله ناخذ الكوانتايزر والانكودر وتعريفهم مفهومه. هون بس نفهم او سؤال، لماذا نستخدم اي دي سي انالوج تو ديجيتال كونفرتر؟ هذا سؤال كلش مهم. استخدم الحواسيب والهواتف النقاله تتعامل مع الإشارة الرقمية 0 1، ما تتعامل مع الأنالوج، لذلك أنا أدرس هاي العملية التحويل من الـ ADC. أجي اليوم محاضرة اليوم لـ Quantization and Encoding. أولا راح أجي لتعريف الـ Quantization، شنو تعريفه؟ مهم وضروري. Quantization القياس الكمي هو عملية تحويل the process of transforming the continuous amplitude، عملية تحويل الامبليتود المستمر سامبل ماخذ من العينات ماخوذ من السامبل الى امبليتود ديسكريت متقطع ماخوذة من مجموعة محدودة من المستويات المحتملة. يعني دخلت هاي عندي الاكس ان تي اس، دخلت على كيو على كوانتايزيشن طلعت الاكس كيو ان تي اس. هسه راح اجي للكوانتايزيشن، هي عملية نون لينير غير خطية وغير قابلة للتحويل non invertible. اجي للكوانتايزيشن عندي نوعين اليونيفورم ونون يونيفورم. النون يونيفورم ما راح ادرسه بالمحاضرة، راح اخذ بس اليونيفورم الكوانتايزيشن الموحد. كوانتايزيشن الموحد عندي بي نوعين ميد تريد وميد رايز كوانتايزر. راح اجي هسه مفهوم ما هو الكوانتايزيشن على التعريف. هسه هو عملية تحويل الامبليتود المستمر الى امبليتود متقطع، خلل هذا الخطوط الخضر بالعرض خلاهم سوى تقسيم للامبليتود. وعندي الميتريت هو يتم تعيين، هذا شنو مفهومه؟ يتم تعيين الزيرو لمستوى القياس، يعني الصفر محسوب بنظر ماخوذ بنظر الاعتبار. اما الميدرايز يتم تعيين الزيرو على مستوى القرار، يعني ما ياخذوا للصفر. هسه راح اجي هنا عندي مفهوم السيجنال امبليتود، هاي الاشاره الامبليتود مالته اوف رينج ار، الرينج الار اللي هو هذا الامبليتود الرينج الار 2 1 ونص، هذا اكو رينج بين اكس مينيمم من اكس مينيمم ناقص 2 اند اكس ماكسيمم، الاكس ماكسيمم هي ايش قد 2 مقسومه على ال كوانتايزيشن ليفل. ال هو عدد الخطوط الخضر مستويات 1 2 3 4 لكل ستيب سايز. هاي الدلتا، الدلتا هاي بين خط بين خط وخط يسموها الدلتا. شنو إلى قانون هذا؟ قانون الدلتا اللي هو ستيب سايز تبو يساوينا الاكس ماكسيمم اللي هو 2 اكس ماكسيمم على اعلى قيمه بالامبليتود ناقص الاكس مينيمم اقل قيمه بالامبليتود على الال. الال قلنا مستويات الكوانتايزيشن عدد الخطوط الخضر 1 2 3 وهكذا، ويساوينا الار على الال. الاكس ماكسيمم ناقص اكس مينيمم هو نفس الار، الار هو الرينج اوف امبليتود، هذا الرينج المدى مال امبليتود، والال قلنا الكوانتايزيشن ليفل. نجي للقانون الثاني، هذا القانون كلش مهم، الاي كيو. الاي كيو هو الماكسيمم كوانتايزيشن ايرور، اعلى خطا بالكوانتايزيشن يساوي الدلتا او اللي هو ستيب سايز على 2. هسه راح اجي لمفهوم الانكودينج. الانكودينج التشفير، تحويل الكوانتايزيشن الى انتو بت بي بت كوورد، يعني تحويل الكوانتايزيشن الى بي بت، يعني تجي الكوانتايزيشن اكس كيو تدخل للكودر التشفير يحول لك اياها من الكوانتايزيشن الى ديجيتال 0 1 الى بت. شلون يعني؟ تجي هاي الاشاره الامبليتود مالت الكوانتايزيشن راح يحول هاي الاثنين الى بت يحول لك اياها. بس راح نشوف شلون عملية التحويل. عندي هذا القانون هنا الـ L لمعرفة عدد البتات ايش قد، الـ L يساوي ليفل معناه
البي هو النمبر اوف بت، عدد البتات البي. شلون احسب البت؟ الال قلنا شلون احسب الال؟ عدد المستويات، عدد خطوط الخضر اللي بالعرض، يعني 1 2 3 وهكذا. اما البي شلون احسبه؟ عندي قانون البي شي يساوي لي لوج ال على لوج 2. هسه راح اجينا اكزامبل بسيط، جراي كود فور ال يساوي 8. الال از قد الال 8 ليفل. شلون احوجد البت؟ البي البي الال شي يساوي 2 اس البي. الال 8 البي شلون اوجدها؟ البي يساوي اللوج الال على لوج 2. الال هي 8 8 ليفل، يطلع لي البت البي. البي ايش جيت؟ 3 بيتس، 3 بتات. راح اجي هذا الجدول كوانتايزيشن ليفل، هذا لسه مال الاشاره 2 1 ونص 1.5 0 ناقص 0.5 وهكذا. هاي مال كوانتايزيشن حيحولها هسه الكود وورد الى كلمه سر، راح يحول لي من اشاره من رقم عادي 2 يحول لك اياها الى بت 0 1 يحولها 0 1. الجراي كود هو يغير البت كل يغير بت واحد كل خطوه، يعني شلون؟ 1 1 0 اجت الخطوه الثانيه صار عند الواحد واحد ثبته، بس الصفر سوى سواه واحد، لا تلاحظتوا عليه. هسه نفس الحاله اجي عندي 1 1 1 اجي الواحد ثبته والواحد هذا ثبت البنانه، البنص سوى كان واحد سواه صفر وهكذا. يعني عندنا هنا 1 0 1 سوى الواحد ثبته والصفر ثبته، بس اخير واحد هذا الواحد سواه صفر وهكذا. هاي الاشاره بعد ما حولنا الكوانتايزيشن اجينا هاي 2 1 ونص 1 وهكذا، حولنا الارقام حولها الى كود وورد، حولها الى بت 3 بت. هاي قلنا 3 بت، هاي 1 2 3 3 بتات 1 2 3. صراحة اجي هنا signal to quantization noise ratio SNQR. عندي هنا القانون هذا BX يساوي ان R تربيع على 16. BX هو power of signal، قدرة قدرة الإشارة. ال R قلنا ال range of amplitude، range of amplitude. وعندي هاي NQ اللي هو ال power of quantization noise يساوي دلتا تربيع على 12. دلتا تربيع، الدلتا هي step size. عندنا ال SNQR يساوي ال BX على NQ، هو الـ signal SNQR signal to quantization noise ratio. هسه الـ SNQR بالـ DB، DB يستخدم وحدة تستخدم في الصوت والإلكترونيات. هاي DB كلش مهمة، هاي DB الديسيبل يساوي لنا قانون 10 لوغارتم الأساس 10 BX على NQ، تقاس بوحدة DB ديسيبل. SNQR بالبي بالبت، فالقانون مالته القانون مالته SNQR يساوي لنا 6 بي هي البت ناقص 1 وربع 1.25. هم الوحده مالته تقاس بوحده دي بي. Analog to digital conversion، هذا المفهوم. تجت الاشاره اول، هذا مختصر لموضوع الشابتر الثالث. تجت الاشاره مستمره analog، دخلت للسامبلنج طلعت الإشارة متقطعة مع الزمن، هاي ديسكريت. بعد ما دخلت هاي الإشارة متقطعة دخلت على الكوانتايزيشن. الكوانتايزيشن سوى عملية الكونتينوس امبليتود المستمر، الامبليتود سوى حول إلى ديسكريت امبليتود. هاي 2 1 قطع هسه الامبليتود قطع. بعد ما قطع الكوانتايزيشن دخلت على هسه الانكودينج. الكودينج ايش راح يسوي؟ راح يسوي ذن الامبليتود 2 1 وزن الارقام راح يشفرهن يتعامل وياهن بال 0 1. هاي 0 1 ديجيتال داتا. هذا نستعد القوانين، ذن كلش مهمه وضروريه في هذه المحاضره، رتبتها هنا. هاي القوانين اليوم اللي استعملناهن او اللي اخذناها بالمحاضره، سبع قوانين. اي عندكم سؤال اكزامبل او سؤال ينحل ذن القوانين. خليت كمان ابواج واحده انا متاخذوها وتقروا عليها. فاستعدان المهم بهذه المحاضره للتعريف الكوانتايزيشن شنو مفهومه، وتعريف الانكودينج مفهومه، اضافه ذن القوانين راح تجيكم عليها مساله نحل عليها مساله، اي مساله تجيك تحل على هذه القوانين تستخدمها. هسه راح اخذ اللي هو من الشيت رقم 3. هذا اكزامبل، بس اكزامبل واحد بس كلش ضروري ومهم هذا السؤال، كلش مهم.
On ADC, analog digital converter يستعمل is used digital to analog signal. معطيك الانالوج سيجنال إشارة x of t cosine الف by t. عند السامبلينج فريكونسي عند جيال السامبلينج فريكونسي fs يساوي 2 كيلو هرتز. الADC يستعمل 8 ليفلز دبل ال يعني 8 ليفلز شنو ال 8 مستويات كوانتايزر اند باينري انكودر. السيجنال إشارة قد قوة مالت الباور bx باور اوف سيجنال بي اكس هو الباور اوف سيجنال مطيني 50 ملي وات انتبهوا ملي وات. ذني المطاليب السبع مطاليب راح نجلس نحلهن واحد واحد. نجي على المطلب الاول. المطلب الاول ايش رايد معدي؟ احسب كالكوليت ذا امبليتود رينج. احسب الامبليتود رينج. الرينج شلون احسب الامبليتود رينج؟ عندي بقانون قلنا الدلتا يساوي لنا الار على ال. بما انه الدلتا اني ما عندي بالسؤال هي مجهولة عندي بالمطلب الثاني رايدها، فالآر راح استخدم عندي هالقانون، وعندي معطات البي اكس اس سوليوشن أول وحدة أحسب لي الأمبليتود رينج شلون أحسبه؟ عندي البي اكس معطات شي يساوي عندي هالقانون آر تربيع على 16 أضرب حاصل ضرب طرفين وسطين بي اكس هي 50 ملي في 16. هسه الآر تربيع شلون أوجدها؟ راح آخذ جذر تربيع الطرفين الآر تربيع يصير R ويساوي لنا جذر 16 في 50 ملي 16 في 50 الملي هي 10 أس ناقص 3 طلعت لي R 0.89 أو تقريبا 0.9. المطلب الثاني شلون عندي احسب الستيب سايز الدلتا. الدلتا شلون احسب الدلتا؟ عندي قانون الدلتا شو يقول؟ المطلب الثاني هسه الدلتا يساوي لنا ال R على L. ال R وجدتها 0.9 ال L زيد 8 ف 0.9 على 8 ويساوي الدلتا 0.11 بس تعويض فقط تعويض مباشر. المطلب الثالث شرايد من عندي احسب لي النيكوست ريت اند السامبلينج بيريود على القوانين مال المحاضرة السابقة. نيكوست ريت هو ال FN شلون اوجده او قانون ال FN نيكوست ريت يساوي 2 FM. ال FM ما عندي يعني بس مطين هو بالسؤال مطيني كوساين الف باي تي. بالشيت الثاني عرفنا شلون نوجد ال FM عن طريق الإشارة. فهسه عندي هذا القانون الأوميجا يساوينا 2 باي F. الأوميجا قد مطيني اياها ألف باي ألف باي يساوينا 2 باي F. فال F هسه أقدر أوجدها مباشرة بسهولة. ال F يساوينا ألف باي على 2 باي باي والباي تروح بالألف على 2 يساوينا 500 هرتز هي نفسها ال FM. فالنيكوست ريت ال FN يساوينا 2 في ال FM. ال FM ايش قد 500 ف 2 في 500 1000 هرتز. انتبهوا هسه بعد المطلب هذا ما انتهى شايد من عندي بعد and sampling period. البريود انتبهوا البريود هو الفترة يعني شنو هو يريد الزمن زمن يا زمن زمن السامبلينج يعني يا زمن ال TS زمن السامبلينج TS. TS شنو اوجده هو مقلوب السامبلينج فريكونسي 1 على FS. ال FS معطات بالسؤال ايش قد 2 كيلو هرتز ف 1 على 2 كيلو هرتز يساوي لنا TS اللي هو sampling period يساوي لنا 0.5 ملي سكند. هذا هو المطلب الثالث. المطلب الرابع شايد ما عندي كأحسب الباور او quantization noise لان كيو. لان كيو شلون وجده؟ عندي هذا القانون دلتا تربيع على 12 دلتا تربيع وجدت اني هذا وجدته 0.11 تربيع على 12 لأن Q اللي هو power of quantization noise يساوي لنا 1 في 10 أس ناقص 3 اللي نفسه 1 ملي. تهنا المطلب الرابع. استنى المطلب الخامس احسب the minimum number of bit required المطلوب for the encoder للتشفير. يريد البيت. البيت شلون أوجده؟ هذا المطلب الخامس هسه. ال L عندي هذا القانون L يساوي 2 B. هذا ال B مجهول عنده. ال B شو يساوي قلنا؟ يساوي لنا اللوغارتم لوغ ال L على لوغ 2. ال L ايش قد مطات بالسؤال؟ 8. فلوغ 8 على لوغ 2 يساوي لنا ال B يساوي لنا 3 bits. انتهينا المطلب الخامس. بس المطلب السادس احسب ال SNQR ان لينير اند ديسيبل دي بي سكيل. شلون اوجده؟ باستخدام هذا القانون. ال SNQR BX على NQ. BX هي ال 50 معطات بالسؤال 50 ملي واط على ان كيو وجدتها 1 ملي ف 50 على 1 ملي 50 ملي على 1 ملي الملي والملي تروح 50 على 1 50. الاس ان كيو ار مباشره بالدي بي
يساوي لنا قانون 10 لوغارتم الاساس 10 بي اف على ان كيو، اعوض مباشره 10 لوغارتم 10 بي اف ان كيو طلعت لي 50. فبس بالحاسبه اسويها، اكو موجود بالحاسبه لوغارتم 10 الاساس 10، فيطلع لي مباشره 16.9 دي بي. سنتهي المطلب السادس. المطلب السابع يقول لك اذا number of bit ازداد 2، انا البيت ايش قد لقيت انا 3، يقول لك هذا اذا 3 ازداد عندي number of bit ازداد 2، يعني 3 ايش قد يصير اذا زدت 2؟ 3 4 5. فشلون اوجده؟ number of bit increase by 2، فالبي ايش قد صار؟ بي زاد 2، بي هو 3 كان زيد 2، ف3 زاد 2 يساوي 5 بت. يقول لك احسب what is the SNQR in DB، يريد ال SNQR in DB. عندي قانون هذا SNQR in DB يساوينا 6 B ناقص 1.25، 1.25 البي يساوي 5، ف6 في 5 بس تعويض مباشر 30 ناقص 1.25 يساوينا 28.75 DB. لهنا حاضرة انتهت بخصوص الفصل الثالث chapter 3. قلت لكم المهم بهذه المحاضرة التعريف الكوانتايزيشن والإنكودينج، وهذا السؤال كلش مهم، الشيت والشيت الثالث بس بي سؤال واحد فقط بسبع مطالب بس تعويض مباشر. اعطيتكم القوانين، انا خيتكم بسلايد واحد كلش مهم وضرورية تحفظوها، تعوضون هذا تعوضون اي سؤال تجيكم الامتحان ان شاء الله. انا المحاضرة راح ارفعها على يوتيوب، ومن يوتيوب اتزلكم الرابط على جوجل كلاس روم ان شاء الله تقرون المحاضرة. بعد ما تقرؤوا إن شاء الله المحاضرة تسجلون ملاحظاتكم، وإذا عندكم أي سؤال خصوص هذه المحاضرة تراسلوني على جوجل كلاس روم أو على الفايبر تراسلوني، أكون مسرور لإجابتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، نلتقيكم المحاضرة القادمة بالشابتر الرابع. شكرا جزيلا، مع السلامة.